إهداء سعاد الكاتبة سعاد لمكاوي سعيد. أنا حسيت وأنا بقرأ إنها تقمصت مكاوي سعيد وهو بيكتب. بيتكلم ممكن برضو أصلا ما قابلتوش شخصيا يعني ما اتكلمتش معاه فأنا مش عارفة. كتبته في وسط البلد بقيتها هنا. فهي أنا حسيت فأنا حسيت إن طريقة إن سعاد كانت مختلفة في هذه المرة في الكتابة. وطبعا أنا عايزة أعرف رأي الأستاذ محمد رفيع الكاتب والشاعر مساء الخير. حبات ساخنة لسعاد سليمان. حقيقة رأيي إن هذه الرواية رواية هامة. الله أكبر. وبها من ال يعني بها من من التمازج السردي مع الفكرة نفسها ما يجعلها بذلك. عشان كده أنا هحاول أحط يعني أو أحاول أفكر يعني أفكر معاكم في فكرة السرد في مصر والنساء لما بدأوا يسردوا أو يسردنا صح؟ أنا يعني في عرفي أنا إن إحنا مرينا بثلاث أجيال من السردات. الجيل الأول كان جيل تأسيسي وكان جيل في يعني محافظة وفي أيضا أصداء للحركات النسوية اللي حصلت في الغرب. ولكن يعني من حيث السرد نفسه ومن حيث حتى رؤية العالم كانت هذه الكتابات حتى ولو كانت بتحاول يعني تخرج عن المألوف أو تعمل كذا ولكن كان خروج محسوب وكان يعني ولأن كمان يعني الفن الروائي في هذا الوقت كان يعني يكاد يكون في أوله في مصر يعني فأتت هذه الكتابات تقريبا شبيهة بالكتابات الروائية يعني نفس المنطلق والبنية الفكرية حتى ولو كان في بعض محاولة النسق أو بعض الشيء. ثم أتى علينا في أواخر السبعينات كده والثمانينات وجزء من التسعينات يعني جيل أنا أسميه جيل التمرد والشاب عن الطوق. الكتابات في هذه الفترة كانت فيها كتابة الجسد بشكل كبير وكما لو كانت المرأة هنا تقول يعني لا أحد سيكتب عن جسدي إلا هي أنا اللي هعبر عنه أكتر. فانتشرت في هذه الفترة هذه الكتابات وانتشرت كمان كتابات يعني وبعتبرها أقل فنية يعني كانت تصفية حسابات مع الرجل يعني وخصوصا مثلا في الخليج العربي كانت الكتابات تمسك الكتاب كده وتشوفه تلاقي انه في الاخر عايزين نقول ان
الراجل عباره عن كلب لابس قميص وبنطلون بس، خلاص خلصت الروايه على كده. ف ودي كانت مرحله الخروج النزق. احنا هنكتب الجنس، احنا هنكتب الجسد، احنا هنثور على السلطه الذكوريه، احنا هنطلعكم كذا بهذا الشكل. ثم هدأت هذه النبره وهدأ وهذه النعره لتنظر المرأة الكاتبة داخل نفسها وترى ماذا يميزها كإنسان. وأصبحت هنا الكتابة أكثر فنية وأكثر نضجة، بمعنى أني أنا سأعبر عن مأساتي، بس مش مأساتي اللي سببها الرجل فقط، لا، اللي سببها العالم، اللي سببها الرجل برضو كجزء من اللي سببها السيستم، اللي سببها بهذا الشكل يعني. ف لما اجي بقى ابص كده على الكتابات دي الاقي ان سعاد رغم ان الكتابه دي فيها جرأة، فيها كتابه يعني فيها كتابه للجسد، الا انها بحثت بشكل كبير عن منطقه في الانثى، منطقة تعبر عن مأساة الأنثى كإنسان في يعني على مستوى، وتخرج هنا من الذاتي للعام، لأن منطقة ممكن يعني تعاني منها امرأة مصرية أو هندية أو أوروبية بنفس الشكل يعني. طيب ده بالنسبة للكتابة النسائية، لأن كلمة النسائية هي نشاط النساء. الكتابة النسوية مختلفة شوية، لأن الكتابة النسوية من تدافع طوال الوقت عن قضايا المرأة، وقد يكتبها رجل وقد تكتبها امرأة، وإنما لها خصائص، يعني لها خصائص أيضا، منها فكرة الذاتية. يعني إذا كنا في الشعر مثلا نعرف معنى الغنائية في الشعر، ففي السرد المقابل له فكرة الذاتية، والذاتية هنا لا يفهم منها السيرة الذاتية، لا، يعني ممكن تبقى يعني سيرة غيرية بس مكتوبة بشكل في أكثر في ذاتية، بمعنى أنه في تداعي للأفكار، وفي جيشان للشعور، وفي شحن للشعور بهذا الشكل. ف ونرى كمان في فكرة التمحور حول الحب الأمومة، الحب سلاش الأمومة أو الرجل سلاش الأطفال، واستخدام ضمير الأنا في السرد، وفكرة انك تحس ان هناك صله رحم ادبيه بين الكاتبه والبطلات، يعني تملي الذات السارده هنا بتعامل البطلات بتوعها كما لو كانوا عيله، بغض النظر عن هنا اذا كانوا شله بنات اصحاب ولا لا، دي من الصفات اللي موجوده في الكتابة النسوية بشكل عام، حتى لو كتبها رجل، وفكرة المونولوج أو الحوار الداخلي والعاطفة المشدودة، كل ده هنلاقيه موجود عند سعاد بشكل كبير. يعني كل هذه السمات موجودة عند سعاد، أقدر ألحظها من أول صفحة. ولكن أنا أرى الرواية بشكل كامل هبات ساخنة، هي بشكل عام هبة أدبية ساخنة، بمعنى أنها وهي عبرت مثلا، يعني أنا لقيت جملة مفتاحية، وقليل ما الاقي جملة مفتاحية أقول هو ده تقول لك ايه في صفحه 11
لابد أن أمرر كرامة أنوثتي في طين الاعتراف. في ظني أن هذه الهبات الساخنة إحنا ما بنعبرش عنها كمان بنصفها، لا ده إحنا بنعبر عن سن اليأس بهذا اليأس المقترن بالاعتراف بالتوق إلى الفتح والافتضاح، كما لو كانت تقول يا أنوس هتمشي، طب والنبي لأين كل حاجة؟ أنا هفضحك زي ما بتغدريني أو زي ما غدرتي بيا. وده يعني يذكرني أو بطلق عليه كأنها صرخة، صرخة وصرخة حزينة. وهنا تلاقي الرجل متهم، يعني انت بعد ما تقرأ البتاع ده تحس انه قد ايه الرجال كانوا بتاع، رغم انه مش هتلاقي انها قالت كده تحديدا، يعني مش هتلاقي مناطق تحس فيها بانه هنا انا بفصف حسابات، لا، انما العمل ككل كده يطلعك اللي هو ايه، يا ما هذا الحزن، ما يعني ما هذا الخراب اللي تسبب فيه الرجال. وتذكرني ذلك بفكرة أغنية طائر الشوك، لو تعرفون طائر الشوك التي قالت عنه أم كلثوم، فهو طائر كي يسمع صوته الأخير في غنائه الأخير يغرس نفسه في شوكة كبيرة في حنجرته في شجرة صنوبر عشان يسمع آخر بوح، آخر صرخة له. إذن أنا أرى أن هبات ساخنة كان فيها قدر كبير من البوح، قدر كبير من الصدق، قدر كبير من الاعتراف، قدر كبير من الفتح، قد يعني والصراحة قد تذكرنا مثلا بالخبز الحافي على اختلاف المواضيع، بس هذه الجرأة، هذه الصراحة. استخدمت سعاد أنواع من السرود، ولكن استطاعت أن تمزجها بشكل جيد فلا تشعرك أنها يعني أنواع متباينة أو مختلفة أو متنافرة، لا، هي مزجتهم بشكل فني جميل. يعني أنت تلاقي في بداية الرواية في سرد خطي كده بضمير الأنا عادي، حد بيحكي حصل 1، 2، 3 وبعدين نستخدم طيار الوعي في وسط الحكايات، يعني نلاقي أنه الشيء بالشيء يذكر والذاكرة تدخل هنا معانا مع السرد، ويبقى في تداعي حر ايضا مع فكر. وبعدين تلاقي في ميل الى التوثيقيه، توثيق الثوره المصريه، توثيق بعض التواريخ عن وسط البلد، حتى وان جاء ذلك في مكان بتاع حكايات الام، لكن في ميل الى التوثيق غالبا في يعني لما بتلاقي انواع مختلفه كده من السرود، إن لم يكن الكاتب يعني واعي ومحترف أنت بتلحظ على طول أنه لا، أنت بقى بتخرف وحطت لي مقال من هنا، جايب لي على نكتة من هناك، إيه اللي أنت بتعمله؟ لكن في هذا النص، وهتلاقي كمان في سرد واقعي لأنه في أسماء حقيقية، يعني في فعلا يعني شخصية متكاوي سعيد هي شخصية متكاوي سعيد، يعني بالمعنى، وفي حد تاني انا ما اعرفه، وانور مغيث، وانور مغيث، صح. وهنلاقي ان كل الشخصيات اللي موجوده منها النسائيه والذكور ليها اسماء، ليها اسماء، ومش عارف يعني ما فيش اسم ثنائي، ما فيش مثلا سماهر عبد السلام، لا ده سماهر حسيناء
وجمانة يعني كلها كده ايه بتاعه. انما نيجي عند مكاوي سعيد فنذكر مكاوي سعيد كما لو كانت متسقة مع هذا الاهداء وتقول كم كنت حقيقيا يا مكاوي او يا ميكي يعني. طيب فالبنى بقى البنى محير خالص يعني محير، بس انا لقيت انه هو برضو متسق مع 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 سياق الروايه. البنى هنا زي ما يكون بنى حلزوني، يعني انا بدور حول الذات وبتقدم للامام، بدور حوالين زمن معين وبتقدم للامام. يعني بدور حوالين الذات واكتزها لذوات اخرى ووصف ووصف يعني احزان اخرى، ادور حول الذاتي واكتزه للعام لاني بتكلم في القضيه، ادور حول وسط البلد واكتزها لاوروبا او امريكا او كده، ادور حوالين الثوره المصريه واكتزها لما شعرت انه سن ياس الثوره المصريه. بالظبط هو ده اجهاد الثوره. فكما لو كانت سعاد هنا ايضا تقرر ان حتى الثوره المصريه تمر بهذه الهبات الساخنه وهذه وسن الياس سن اجهاض الحلم بهذا الشكل. طيب كيف بنت سعاد هذه الرواية؟ لا يعني البنى كان يعني مش يعني لو انا عايز اتخيله هو فعلا الشكل الحلزوني، ادور حول الشيء واتقدم للامام، ادور حول الشيء واتقدم للامام. ولو كنت اريد ان اطلق عليه يعني لفظ متماسك مع الروايه كنت ساقول عليه انه بناء لولبي. الشيء لزوم الشيء. طيب طبعا كما قال صديقي واستاذي محمد ابراهيم طه عن الحوار، الحوار شيء مميز في هذه الروايه، يعني شيء مميز بشكل حقيقي، وفي وجع على خف الدم على رياليستيك حقيقيه، يعني كل كلام الشخصيات قدها قد الشخصيه بالضبط. ف طيب يبقى لي ان اصف النهايه كيف انهت سعاد هبتها الساخنه برضو بالشكل اللولبي اللي هو ايه، عندنا نهايه مغلقه ونهايه مفتوحه في نفس الوقت. يعني لما الام اتت لسلمى واعترفت لها بكل الاخطاء وودتها الولد، هم ولدين بنتين ولد وبنت، وودتها الولد والبنت اللي هم بالتبني وتماهت معها ومع اوجاعها واعترفت باخطائها في حقها وقالت لها هم يعني كملي كده، كملي حياتك بهذا الشكل، رغم انها في الاول كانت بتقول لها على حاجات تانية كتير. فهذه هي نهايه، يعني تستطيع هنا انك انت تلاقي انه في نهايه مغلقه، ولكن يأبى الشكل التي يعني تقعد تتساءل طب هو ما وقفتش هنا ليه؟ يعني هل هي مثلا عاجزه انها تقف هنا؟ ما حسيتش انها وقفت؟ لا، فرض عليها الشكل
وعشان كده الشكل ساعات يعني بيأثر في المضمون والمضمون بيأثر في الشكل. فرض عليها الشكل هذا الشكل اللولبي انها تجعل تعمل نهايه فيها انفتاح اكثر، فيها فكره يعني نهايه مفتوحه وفكره والاستمرار في الفتح، يعني الاستمرار في الفتح، يعني فكره الكراسه دي اللي في الاخر كما لو كانت اعترافات وكانت غريبه، لانه زي ما قلت لكم انا في المرحلة الثانية يعني كما قلت بتاعة تصفية الحسابات مع الرجل، هنا كمان في تصفية حسابات مع المرأة، هنا في زي ما قلت في الأول في نوع يعني توق إلى يعني الاعتراف يعني الاعتراف والاعتراف الشديد الصراحة اللي مش الاعتراف وبس، الفتح 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 الذاتي. يعني على هذا اعتقد انه سعاد اجادت قد تكون كانت تحتاج الى تعميق شويه لبعض الشخصيات، وده نقدر نعرفه على طول ما دام انا مش يعني او حد غيري، انا يمكن بقالي فتره ما عشتش فما كنتش عارف قدرتي على تذكر الاسماء هتبقى ايه. فلما لقيت الدكتور محمد ابراهيم طه عمال يقول هي سماهر ولا مش عارف ايه، يبقى هنا لدينا مشكله انه الاصلي عشان اختار مين الشخصيات اللي احطها في الروايه مش بالكيف، مش هحط اصحابي او النماذج اللي انا شفتها في حياتي، لو في نموذجين شبه بعض مش هينفع احطهم، لانه مهما سميتهم اسامي مختلفه وعيشت دي بره وعيشت دي جوه يعني لن تبقى في الذاكره الا الشخصيات زي فتنه مثلا. فتنه دي مش ما اتشافتش، فعشان كده يعني سنظل يعني فاكرينها. وسلمى الى حد كبير على اساس انها كمان الشخصيه المركزيه، انما في شخصيات مررنا عليها مرار لو كانت يعني عمقت بشكل اكثر او اختصرت بشكل اكثر كان سيكون هذا النص يعني اكثر جمالا. هو جميل ويبدو لبعض الناس صادم، انا لم اراه صادم على الاطلاق، يعني بالعكس، يعني رغم ان انا يعني ساعات في بعض الكتابات اللي بتميل الى الجراءه ببقى اصل انت هتعمل، لا مش متحفظ، انت بتعمل جراءه هنا ليه بقى؟ ليه؟ في سببيه ولا انت عايز تشتهر ونقعد نقول اصل ده اللي قال وده اللي ما قالش؟ لا، هنا استشعرت انه الموضوع وشكل السرد وشكل البناء يفرض عليها هذه الصراحه، لو كانت اقل صراحه من 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 ده كانت هتطلع روايه عاديه. ف اشكر سعاد سليمان على هذا العمل، و هذه هي سعاد في ظني ماستر بيس.